مرحبا أصدقاء، معكم ياسين قمر. رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات أسطورية للتاون والتسع مخططات لحفظ الموارد، وأنا متأكد أنه راح تعجبكم كتير يا أساطير. الصراحة شفت تعليقات المتابعين وأغلبين بدين مخططات تاون والتسعة، فحاولت أعمل الفيديو بسرعة يعني صح تأخرنا شوي، بس كمان المهم أنه هلق نزلت أنا الفيديو مشان أنت تستفيدوا يا غوالي. لا تنسوا أنه روابط نسخ بتلاقوها تحت بالوصف، فأي مخطط بيعجبك يا صديقي فيك تكبس عليه بس وبالنسخ عندك بلعبة كلاش اوف كلانز من دون أي مشاكل إن شاء الله. أنا اللي جربت المخططات مشان نتأكد من سلامة الروابط، فأنا مثل بتعرفوا عندي تاون هول 10، فلا تستغربوا إذا شفت تاون هول 10 بدال تاون هول 9. أكيد ما أنا مخربط يعني هالخطأ الكبير، بالعكس هي المخططات تاون هول 9، بس لأنه أنا 10 وجربت انسخ 9 فخلوا لي تاون هول ليفل 10 وشالوا لي الدفاعات اللي باخده أنا بالليفل 10 بالتاون هول ليفل 10. فهيك ببساطة يا غوالي هاي القصة، انت بس تجربوا تنسخه بتلاقوا الرابط عندكم شغال 100%. وقبل ما بلش الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس لنعمل كل شيء لدعم القناة مشان تشجعوني هسه استمر بنشر المقاطع لكم يا أساطير. ويلا خليكم مع المقطع. مثل ما كنت شايفين يا غوالي، المخطط رقم 1 هوني مخطط اسطوري على قوة دفاعية اسطورية للتاون هول 9، مع انه هي اصلا تصنف من التاون هولات يعني انه قوتها متوسطة، مو انه قوة جبارة او هيك او بتقدر تدافع عن حالها مثل 12 و 13، لا يا غوالي هي قوتها متوسطة، بس باقي المخططات على كثر ما هن قوايا دفاعيا يعني عاملين لها قوة جبارة عن جد. مثل ما كنا ملاحظين موضع التسلا هوني اربعتين صفات جنب بعض ما يحموا التاون هول، هي موضع اسطوري بمعنى الكلمة، يعني هيك تجمعين بصير صعب كتير تدميرين. هون مثل ما نكون شايفين في اكسبو، هون في اكسبو، هذا الاكسبو حامي كل التسلا الكناس الجوي المورتر وحامي المضاد، هاي اهم الشغلات الحامية. مثل ما نكون هون شايفين من الجهتين في مضاد ومورتر، المورتر بيشتغل شغل اسطورة بالدفاع الارضي، والمضاد الجوي بيشتغل شغل كمان اسطورة بس بالدفاع الجوي مثل بتعرفوا يا غوالي. فوجودين هون حد بعض وجود الافخاخ حدين شيء اسطوري بمعنى الكلمه. الملك والملكي مواضع ممتازه صايرين بالمنتصف، لانه ومثل ما نكون شايفين هون الكناسات الجويه ما تشتغل عكس بعضها، فلايك كمان موضع اسطوري بمعنى الكلمه. في كتير شغلات كمان مميزه بهذا التصميم من ناحيه الافخاخ تحديدا، مثلا اذا هوني كانت الهجمه هجمه توك يا غوالي، مثل بتعرفوا بالتاون هول 9 كتير الصراحه بيهجموا بالهوك كمان، فلايك هذا المخطط كتير بفيدك يا صديقي. اذا كانت هون الهجمه هجمه توك فكل هاي القنابل مثل ما انك شايف اربع قنابل كبار، يعني اصلا مهاجم ما بيلحق يداوي الهوك فكلهم بيموتوا فجاه بضربه وحده، فلايك يعني هاي حركه هون مرعبه بمعنى الكلمه، وغالبا اذا حدا هاجم لك بالهوك يهجم لك من هاي الناحيه فعلا، فلايك القنابل بتضرب فين للهوك كله. فهي خطه كمان ممتازه كتير، الدفاعات محاوطه التاون هول بشكل ممتاز، وهذا التصميم اسطوري الصراحه. إذا بتلاحظوا حتى بالتصميم رقم 2 يا غوالي هوني في حركة التسلا الرباعية، هي هيك بدنا نسميها، لأن الصراحة لاحظوا أنتو إيش قد الحركة كثير قوية لحتى ما يضلوا هيك يستخدموها، شيء أسطورة عن جد. مثل ما كنتم هون شايفين كمان الاثنين إكسبو حلو موضعهم لأنه صارت ما يحموا التاون هول، فهي شيء ممتاز كثير. هون المضادات الجوية موضعها ممتاز مثل ما كنتم ملاحظين، هون اثنين وهون اثنين فبصير تدمير صعب، يعني اثنين بكل جهة كل واحد أخذ مساحة معينة، فلكن موضع كمان شيء كتير ممتاز. الكناسات الجوية أهم شيء يشتغلوا عكس بعض، وهي المطلوب لأنه من هون ممكن تهجم نت بتنانين يا صديقي، فبتلاقي هون الكناسات الجوية ناطرينك، فهي حركة كمان كتير ممتازة، ومحميات كمان بالقنبلة الكبيرة وبرج القنابل، هذا قنبلة لحاله يعني دفاعية أسطورية بمعنى الكلمة، فلكن هذا بيشتغل شغله. الملك هون حامل مورتر، والملكي كمان حميل مورتر وبرج الارشر مثل الملك. المخطط رقم 3 مثل ما انكم ملاحظين هي اساطير، مخطط كمان كتير كويس وعشوائي يعني فبيلبك كتير المهاجم، اذا بتلاحظوا كتير هيك في عشوائي وفي انتظام بنفس الوقت، اذا بتطلعوا عليه بتلاقوه عشوائي يعني بشكل غريب انه ما له هيك تنظيمي معين يعني عرفتوا كيف، بس اذا كمان بتدققوا بتلاحظوا انه منتظم. لاحظوا هون كيف نفس الدفاعات موجودة هون ونفس الدفاعات موجودة هون، وهيك كمان تشكيلة الصورة تبعته كتير غريبة، إذا بتلاحظوا مواضع التسلا غير متوقعة أبدا. هوني مواضع الإكسبو ممتازة كتير، المضادات الجوية كمان كتير ممتازة، هوني المدافع شاملة كل الأرض مثل ما كنتم شايفين، أي شيء كتير حلو. المورتر موضع كمان ممتاز، إن ما صارت بالمنتصف تماما، بس كمان هون موضع ممتاز إذا بتلاحظوا، هذا المخطط كمان قوي ضد الهجمات الجوية بشكل كبير، إذا هوني بتنتبهوا إنه في مضادات. لاحظوا من الكناسات الجوية كمان
كيف ما تشتغل، فلايك يعني عندها أفخاخ كمان مشان تحميها، فهذا التصميم كمان كتير كويس، فيكن تستخدموه وتجربوه. مخطط رقم 4، مثل ما كنتم ملاحظين هذا المخطط في شيء مميز انه هوني مثلا 2 تسلا، في شيء مختلف عن بقية هالتصاميم، هوني 2 اكسبو مثل ما كنتم ملاحظين، هوني قولوا حركة الكناسات احسن شيء انه يشتغلوا عكس بعض مثل ما قلت لكم، بس لاحظوا هوني كمان كيف صايرات المضادات على طرف تقريبا، بس كمان شايلين كتير مساحة من الارض ومحميات، لا تفكرون انه هيك من المحميات كمان، بالعكس يعني هي صار هيك مثل خدعة انه صعب الواحد يجيب هاي المضادات حتى لو كانت على الطرف، لانه ما في يعني يعمل هجمة منتشرة ياخد فيها كل المضادات، ممكن العالم يفكروا هيك بالتاون هول 9 ويغلطوا وتروح كل هجمتين، حتى اذا هجموا شي هجمة ارضية، اذا بتلاحظوا الدفاعات الارضية اسا اقوى من الدفاعات الجوية بهذا المخطط، اذا بتلاحظوا هوني برج القنابل حامل مورتر، كمان هون الافخاخ مشتغلة شغل اسطورة عن جد، ان كانت جوية وان كانت ارضية، والارضية اسا اكتر. انا ما احكيهم من ناحية القنابل الكبيرة الملكي حتى هوني والملك شغل جبار، كمان هوني السحرة ابراج السحرة مثل ما كنتم شايفين، هوني المورتر يعني اذا هوني بتحط جنود بالبداية صديقة للدمير هاي المنتجات والشغلات المالة طعمي، المورتر بيبلش ضرب فيهم فورا، فيعني هذا كمان تصميم كتير كويس، خلي التحالف موضع ممتاز بالمنتصف هيكي. مثل ما انكم ملاحظين يا ابطال هذا المخطط رقم 5 مخطط اسطورة، واكتر واحد متميز فيه مثل ما انكم هون ملاحظين شكله دائرة، يعني هاي شيء غريب، واذا بتلاحظوا كمان حركة التسلا ايمانة موجودة، صارت التسلا بالزوايا، وهي حركة كتير كويسة كمان، يعني مدافعين عن كل منطقة المنتصف وشاملين كل المنطقة اذا بتلاحظوا، كمان هوني عندكم الكناسات الجوية ما تشتغل عكس بعض، عندكم الحركة الغريبة اللي انا انتبهت عليها، هلق رح اقلكم شو هي، اذا بتلاحظوا في 2 اكسبو بجهة واحدة، يعني انتو هلق رح تستغربوا، لما حطوا واحد هون وواحد هون مثلا، او هوني وهون يعني عكس بعض يحموا الارض اكثر، بس اذا بتلاحظوا انتو شغلي هوني الدفاعات مقللين هوني بالجهة المتقدمة، مثل ما كنتم ملاحظين من المخطط مقللين عدد الدفاعات لانه مأمنين انهم في 2 اكسبو بيدافعوا بشكل اسطوري وبيقتل الجنود بشكل اسرع اذا توحدوا مع بعض، اما هوني فمكترين عدد الدفاعات باول صف مثل ما كنتم ملاحظين بشكل كتير كبير، يعني هون لاحظوا اذا بتلاحظوا هوني انه الدفاعات يعني تعتبر كتيرة، بس اسا هون اكتر يعني حتى حيشرين برج القنابل بين ابراج الارشر والافخاخ، حتى حاطين افخاخ هوني ومدفع مزدوج، وهذا بيشتغل يعني اسا شغل اعظم من المدفع العادي بكتير، فلاك هذا فيكن تحسبوه عن اكتر من دفاع، هون كمان برج السهامي، هون البرج الساحر، بينما هون يعني فيها الاربع دفاعات حد بعض الملك والبرج السهامي، اما هوني كلن لاصقات ببعض مثل ما كنتم شايفين، حاسبين حساب انه هوني ما في منطقه ما في اكسبو يعني ما في هالمنطقه الشاسعه اللي بيشملها الاكسبو ليدافع عن هالمباني، فمزيدين هون المباني يعني عاملين خدعه بجزء المهاجم يفكر الهجوم اسهل من هون، بس كمان يعني هو صعب لانه هوني حشدين لك دفاعات اكثر، لاحظوا هون هالمنطقه يا غوالي كيف كلها دفاعات، بينما هون في منتجي مثلا، عرفتوا كيف؟ في هوني الملك، اما هدون كلها دفاعات وافخاخ ترزين الطرز. وبعد كل هالشرح وهالشغلات اللي قلناها يا ابطال، اخر شيء مهم بدي اقوله انه لاحظوا حفظ الموارد بكل المخططات يعني بشكل اسطوري، وهي هو عنوان الفيديو اليوم، يعني هدول المخططات لحفظ الموارد، فلا تستغربوا اذا مسحتوا يعني في جابوا منكم نجمتين نسبه عالية، بس هنين يعني حتى لو جابوا نجمتين نسبه عالية فما بيقدروا يخلصوا كل الموارد، السبب انه كل وحده متوزعه بجهه معينه، ممكن الخصم يكون محترف ويمسح لك مثلا هي الجهه كل نص ارضك او هيك، بينما يعني الوصول لهدول بيصير صعب عليه اذا هجم من هوني وما في فرق جيشه لانه بتفشل هجمته، يعني هالحكي بكل المخططات هيك متبعين هالاسلوب، حتى هوني بالخامس اذا بتلاحظوا كمان نفس الاسلوب كل وحده بجهه، فلكن يعني حتى اذا مسح شوي منيحه من مخططك فما معناته انه اخذ لك كل مواردك، لا وبياخذ لك شوي مني مو كلين، انت لا تيأسوا يعني اذا هيك مرق خصمه مسحك عادي، لانه انت يا صديقي كمان هاي المخططات انت بدك تقارنها يعني اذا كانت ارضك ماكس فوقتها انت بتكتشف اذا منيحه او لا، اما اذا كانت دفاعتك ضعيفه فممكن يعني يمرق خصم او اكثر من خصمه يمسحك، هي شيء عادي لازم انت تكون كمان دفاعتك قوي لحتى تختبر هاي التصاميم بشكل اسطوري، لك اعطوها اكثر من فرصه بالتجربه، 4 هجمات 3 هجمات مثلا، وبعدين انت بتحكموا عليها، ولازم كمان مثل ما قلت لكم تكون دفاعتكم قوية
وبتعرفوا انتوا كيف ما تتصرفوا، يعني ما تطوروا كل الاشياء المهمه والدفاعات المهمه اولا مثل اكسبو وهيك. فيعني هاي الاشياء المهمه هلا بهذا التاون هول. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامه.